كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. لدى وصوله إلى قاعدة الصخير الجوية في زيارة أخوية إلى البلاد يجري خلالها مباحثات مع جلالة الملك المفدى تتناول العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والعالمية. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والأنجال الكرام وكبار المسؤولين وسعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى البحرين. وقد أدى صفان من حرس الشرف التحية لجلالتهما.